وننتقل لموضوع آخر. إلى أي مدى يقبل الطلاب العرب على دورات تحضير الامتحانات البسيخومتري، وما هي أفضل الطرق للناجعة للدراسة؟ معنا هنا دكتور سامر جمعة المختص في التحضير للامتحان البسيخومتري. دكتور سامر مساء الخير، يعطيك العافية. نعم، هل هناك إقبال حقيقة للطلاب العرب على دورات بالتحديد التحضير للامتحان البسيخومتري؟ أكيد أكيد، يعني أنا بعلم بسيخومتري إلي تقريبا 10 سنين، بآخر فترة شوي عشان بلشت تخصص، فشوي مش كثير بطلع لي إنه أمسك دورات، بس أكيد يعني أنا بطلع لحالي قبل 10 سنين كان يدوب يعني عنا بالبلد ما أحد أو ما أحدين اللي فاتحات. اليوم قاعدين نطلع تقريبا كل في عنا على الأقل في عنا 4 معاهد أو 5 معاهد موجود بالبلد. بس هاي المنافسة الصحية للطلاب 100% 100%. أنا بطلع على إشي يعني مش هدفون أروج لمعهد معين، بس أنا حسب رأيي المنافسة كثير صحية، يعني كل ما زاد عدد المعاهد كل ما المعاهد اضطرت إنه تطلع أحسن إشي فيها، وأنا حسب رأيي إشي كثير بصب بمصلحة الطالب. طب بتنافسوا مثلا المعاهد على تطوير وسائل التدريس كأفضل وسيلة تدريس للطلاب كثير. تحضير كثير كثير ويعني واليوم يعني ليش كمان غير إنه عدد المعاهد زاد، إذا بجي بطلع اليوم مثلا بقارن اليوم قبل 10 سنين وسائل الاتصال الاجتماعي إن كان فيسبوك إن كان إنستغرام إن كان عدة شغلات، لا 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 بالمرة مش قصدي هيك، بس قصدي إنه يعني بيستغلوا هاي المنبر عشان كل طالب يحكي عن تجربته الخاصة، فالإشي بيجبر المعاهد الثانية إنه عن جد تطلع أحسن إشي فيها عشان الطالب يستفيد منها. بدرسوا طيب هيك النجاح بامتحان البسيخومتري، هل هو كمية الدراسة أم هو الذكاء أم هو مثلا بناء شخصية الطالب القيادية من خلال برامج لمنهجية في المدرسة؟ طلع علي عشان نميز، امتحان البسيخومتري هو عبارة عن امتحان بحث اللي فيه 3 مواضيع أساسية اللي هو كمي كلام إنجليزي أو رياضيات عربي إنجليزي. امتحان اللي حسب رأيي كمية الدراسة له كثير تتعلق بأي مرة تقدم الامتحان. طالب اول مره بكتب امتحان اول هو عباره عن لغه جديده اللي طالب اول مره بكتب امتحان حسب رايي اقل من 3 اشهر عن جد، يعني حرام يدرس اقل من 3 اشهر. انا بقعد بحكي عن دراسه اللي هي بظروف مثاليه نايم ايديالي زي ما بيحكوا بالعبراني، اللي هي عن جد دراسه لانه اشياء اللي انت بالمره بتعرفش عنها. نعم. لا شك انه طالب اللي هو مستوى ذكاء احسن من طالب ثاني اكيد انه بحاجه لاقل شوي يمكن دراسه. اكيد طالب اللي موجود بعدد وحدات رياضيات وانجليزي اللي هي عالي جدا اكيد بحاجه لاقل ساعات دراسه واقل وقت دراسه من طالب ثاني، بس هذا الشيء بكلش انه كان عنده طلاب اللي من ناحيه عدد وحدات رياضيات وانجليزي اللي هي اقل. نعم. طلاب ثانيه وحسب رأي مستوى ذكائها جدا عادي وجابت علامات تفوقت فيها لأنه عوضت على الإشي بساعات دراسة. وسؤال أخير بموضوع الدراسة وساعات الدراسة، شو أفضل ساعات الدراسة في النهار ولا في الليل، ولا هذا يتعلق بشخصية كل طالب؟ طلع علي هاي إنه هاي السؤال كثير بنسأله، بس أنا حسب رأي يعني امتحان البسيخومتري هو كمان امتحان. شو يعني كمان امتحان؟ يعني طالب اللي وصل لمرحله يعمل في امتحان البسيخومتري هو طالب اللي مرق كثير امتحانات بالمدرسه، فالطلاب مقسم من نوعين، في قسم الطلاب اللي هي طلاب صباحيه اللي بتفضل ساعات الصباح الساعه 6 7 الصبح بيكون عز التركيز تبعيها، والطلاب اللي هي بالليل. حسب رايي لعند اخر اسبوعين من الامتحان فيش اي سبب انه الطالب يلاقي حاله للامتحان، يعني طالب اللي سهله يدرس الصبح بيكمل الصبح، طالب سهله بالليل بالليل، بس اول على اخر امتحان البسيخومتري اللي بنعمل يا ساعه 9 الصبح يا ساعه 2، فعشان هيك اخر اسبوعين مفروض الطالب يلائم حاله ولائم اوقاته على اساس انه احسن تركيز للامتحان بالضبط. شكرا جزيلا دكتور سامر جمعة المختص في التحضير لامتحانات البسيخومتري، شكرا جزيلا خليك معنا.